بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله، والتي خصصناها لمستوى السنة الأولى من التعليم المتوسط، سنتطرق في ميدان الظواهر الكهربائية إلى وضعية الانطلاق في هذا الميدان، والتي نصها كالآتي، يعني التي كانت من اقتراحنا، فنأمل أن تكون في المستوى في مستوى الميدان. وهذا نص الوضعية بدون إطالة، يقول: تحضيراً للمسابقة التي يجريها أستاذ العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا بين أقسام السنة الأولى متوسط، والتي تتوج في نهاية المطاف بجائزة للفريق المتميز، يعني الجائزة مسمات جائزة الفريق المتميز. فما هي المهام في هذه الوضعية؟ إذن طلب منكم إنجاز أولاً 3 تركيبات كهربائية. ما هي مواصفات هذه التركيبات 3؟ ألف: تركيب دارة كهربائية ذات مصباحين يعملان معا ويتم التحكم فيهما من مكان واحد. ب: التركيب الثاني، يعني تركيب دارة كهربائية ذات مصباح واحد يتم التحكم فيه من مكانين مختلفين. التركيب الثالث، تركيب جيم: تركيب دارة كهربائية ذات مصباحين مستقلين عن بعضهما، أي يعملان بشكل مستقل، كل واحد منهما مستقل عن الآخر، ولكن يتم التحكم فيهما من مكان واحد. المطلب الثاني: ما هي العناصر الكهربائية اللازمة لإنجاز هذه التركيبات؟ ثالثاً: أرسم مخططات الدارات السابقة باستعمال الرموز النظامية. رابعاً: ما هي قواعد الأمن الكهربائي الواجب احترامها أثناء هذا الإنجاز؟ خامساً: ما هي المشاكل المتوقع حدوثها في حالة عدم احترام هذه القواعد؟ إذن كما ذكرنا وننبه مرة أخرى، عندما نقدم وضعية الانطلاق فهي كما نعلم من خصائصها أنها تكون شاملة، تغطي جل الوضعيات التعلمية التي ستدرس في الميدان، وبالتالي فليست الغاية من التطرق إلى الوضعية في البداية، قلت ليست الغاية هي الإجابة على الأسئلة، لأن ذلك غير ممكن أبدا. فما الغاية؟ الغاية من ذلك كما ذكرنا ونكرر وننبه، هي أن يتعرف المتعلم أو المنطلق في الميدان على الوحدات أو الوضعيات التعلمية أو الموارد المعرفية التي سيدرسها في الميدان. ومن هنا سنستخرج من خلال الأسئلة التي طرحت ما هي الوضعيات، أو ما هي الوضعيات التعلمية أو المفاهيم المعرفية التي سندرسها في هذا الميدان. إذن سندرس أولاً، والوضعية الأولى تتكلم عن الدارة الكهربائية من حيث المفهوم، من حيث العناصر المكونة لها، متى تشتغل، متى لا تشتغل، رموزها النظامية، مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية. ثم من خلال السؤال الثاني نتعرف على أنواع التركيبات الكهربائية، يعني كيف يتم توصيل المصابيح مع بعضها البعض، ما هي الطرق التي توصل بها. ثالثا نتعرف على دارة غير محبذة أو يجب تفاديها وتجنبها، وهي الدارة المستقصرة. ربما يقول: من أين لنا هذا؟ نعرفه من خلال السؤال الأخير الذي طرح: ماذا تتوقع أن يحدث في حالة عدم احترام قواعد التركيب أو الإنجاز؟ إذن ورابعاً نعرف أن هناك قواعد ينبغي أن تحترم أثناء التعامل مع الكهرباء، سواء في الكهرباء المنزلي أو كهرباء البطاريات مثل كهرباء السيارات. إذن هذا تقريبا هو الهدف من وضع أو من الانطلاق بوضعية الانطلاق أو الوضعية الأم، يعني لا نبدأ مباشرة حتى تكون لنا نظرة أو مخطط شامل على
الوحدات أو الوضعية التعلمية التي سنتطرق إليها وسندرسها. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما هو مقرر في هذه الحلقة. في الأخير قبل أن ننهي الحلقة، قلت مطلوب منا أن نمر على هذه الوضعيات، وهذه الوضعيات كلها تحتاج إلى حلقات منفصلة، يعني علينا أن نعرف ما هي الدارة الكهربائية في تسجيل خاص بها أو حلقة خاصة بها، ثم أنواع التركيبات إلى آخر الدار المستقصرة قواعد الأمن. إلى ذاكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.